النهارده عندنا اتوال. مساء الخير، النهارده خامس حلقه من حلقات العيد. النهارده معانا علبه بسكوت مشكل من اتوال. العلبه دي وزنها كيلو ب220 جنيه. تاني اتوال بسكوت مشكل، مفروض ان فيها بسكوت بالبرتقال، بسكوت فانيليا، شوكولاته، جوز هند. العلبه شكلها حلوه جدا. تمام كده، لونها ايه العلبه بقى؟ كله اسود وفي اتوال ومسجد وريش كمان. طيب هنفتح بقى ونرجع لكم تاني. باي باي. رجعنا لكم، فتحنا العلبه نشوفها مع بعض بقى. اوبا اوبا اوبا، ايه بقى يويو؟ ايه الاخبار؟ كويسين. ايه الاخبار بقى؟ الله. برضو مغلبنا كل حاجه. طب كم واحده بقى من دول؟ واحده، اثنين، ثلاثه، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. لحظة، ثمانية. في بسكوت كتير اللي أنا بحبه. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. بص أيوة بقى. إيه؟ عرفت أنا إيه بقى دلوقتي؟ إيه؟ الاتنين دول شوكليت. الاتنين دول جوز هند. جوز هند. الاتنين دول نشادل اللي هو فانيليا. والاتنين دول إيه؟ برتقال. هنفتح واحدة واحدة بقى ونشوف. تحب تبدأ بإيه؟ الشوكولاتة. شوكولاتة. ماشي. شوكولاتة. نفتح العبوة. اتفضل. انا اخدت واحدة كبيرة. بسم الله. مفيش طعم شوكولاتة خالص. طعم شوكولاتة خفيف في الاخر كده بتحس بيه، لكن قوام البسكوت حلو جدا، سكره حلو جدا. لا ممتاز. تمام تمام. طب وايه رأيك في طعمه؟ غريب، نص ونص. غريب، نص ونص. ماشي، هو عشان فعلا الكاكاو بس فيه ضعيف يعني. تمام يا يويو؟ تمام. الواحدة يويو على فكرة فيها 8 تمن بسكوتات. بصوا البسكوتة دي كاملة ايه؟ ايه؟ اوبا للا. تمام؟ ده حجم البسكوتة. حلوة جدا. اوكي، 8، يبقى كل واحدة فيها 8. 8 بقى في 8 يبقى كام؟ كام؟ حاجة 64. 64 بسكوتات. هتدول ايه بقى؟ نشادل. نشادل. نشادل ده اللي هو الفانيليا اهو. يا ريت يبقى طعمه حلو. هندوق. نشادل. نشادل. اتفضل. يا ترى يبقى فيه طعم فانيليا؟ حلو؟ طعمه حلو جدا. طعمه ايه بتقول؟ زي البسكوت العادي. ايوه، هو ده بسكوت عادي، مش زيه، هو بسكوت عادي. تمام. بس يعني سكره خفيف. رش على الاورنج. اورنج. رش على الاورنج. شوف بقى الاورنج طعمه ايه. تمام. هنفضل ندوق كل مره. هنعمل ايه؟ ما احنا لازم نضحي بقى. يلا اتفضل. اورنج. اورنج. بسم الله. طعمه اورنج. ريحته اورنج قويه، وطعمه برضو فيه برتقال. جميل. لا طعمه خفيفه بس الاورنج واضح يعني. تمام. او طعم البرتقال واضح، اوضح من طعم الشوكولاته اللي هو الكاكاو. طيب اخر حاجه معانا بقى يويو. بيلسع في لساني. بيلسع في برتقال بقى. لا، برتقال عصير. برتقال عصير ايه؟ ندوق بقى ايه؟ احنا بندوق بسكوت عصير. انا عارف بقى. ايه الكلام انت بتقول ده؟ ها ده بقى ايه؟ جوز هند. جوز الهند. اتفضل. اللي احنا بنشربوه في الشاطئ. في الشاطئ بالظبط كده. ايوه بسم الله. طعمه جوز هند خالص. حلو. طعمه عامل زي بسكوت الهند بتاع جوز الهند، قصدي بتاع بسكو مصر. شكلي بطني هتنفجر. عارف ده اكلت كتير ولا ايه؟ حبيت اكتر حاجه ايه؟ شوكولاتة. شوكولاتة. تمام.
انا بالنسبه لي كلهم واحد، يمكن اكتر واحد حبيته الجوز الهند. بس ده كان تقييمنا النهارده لعبه اسكون مشكل من اتوال. نشوفكم في تقييم تاني. مع السلامه. باي 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 باي.